من مسائل الصوم أنه يجب على المسلم متى ما سمع أذان الفجر والمؤذن ليس من المتسرعين فإنه يلزمه أن يمسك عن الطعام والشراب وعن سائر المفطرات، فإن استمر فإنه يخشى على صومه من الفساد. بعض الناس إذا أذن المؤذن أخذ الماء، وتوهم بعض الناس من أن له أن يشرب وأن يأكل حتى ينتهي المؤذن، وبعضهم يقول حتى ينتهي المؤذنون كلهم، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل على أن الفيصل في هذا أنه متى ما سمع المؤذن الذي يؤذن في الوقت فإن الواجب عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشراب. اللهم إلا في حالة واحدة، لو أن الإنسان كان الإناء بيده أراد أن يشرب فأذن المؤذن، هنا يجوز له أن يشرب للرخصة النبوية التي جاءت عند أبي داود: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.